نشوف مقادير الفيجيتار زي ما قلت لكم ان هو بيتعمل في البيت وبيبقى سهل جدا والنتيجه بتبقى حلوه قوي، بس نلتزم بالمقادير. طيب ممكن تقولوا لي ايه هي المقادير عشان مش شايفه السكرين بعيد قوي؟ طيب نص كوبايه بقسماط ناعم، خلاص هنحط عليها 10 رغيف فينو، طبعا يفضل يكون مش بالسمسم. طبعا يا جماعه الفينو بيكون ايه؟ متحمص، مهم جدا جدا. عايزه البهارات تبقى باينه جدا جدا، قللي ايه؟ العيش الفينو، فاهماني؟ طيب نص كيلو بقسماط، مش نص كوبايه بقسماط، نص كيلو بقسماط عليها 5 فينو، كل ده متحمص. طيب عليه معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره توم بودره، بصل باودر، ملح، بابريكا، 3 معلقه كبيره نشا، ودي حاجات دي كلها مهمه، و2 معلقه كبيره بيكنج باودر، يبقى جاهز معاك على طول، ما تحطيش اي حاجه تانية عليه، ونص كوبايه دقيق. بس كده. انت بقى عايزه الحاجه تكون عندك سبايسي، تروح حاطه ايه؟ معلقه كبيره شطه. عايزه تقللي بقى الشطشطه، هتقللي ايه؟ الشطه. طيب عندي هنا كمان ممكن احط ايه؟ كاري يا جماعه، زي ما بقول لكم انا حاطه في التتبيله كاري، ممكن كمان احط معاه كاري ويبقى جاهز معايا.